بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للحرفه هذه عندي انا 36 سنه في ازيد في هذا المكان، وهذا المكان كان كيشتغل بالنسبه كان كيبيع الكونفيكسيون، التجاره كان التجاره داك الساعه كان الوالد ديالي هنايا كندير التجاره كونفيكسيون الحوايج كان كيبيع داكشي بالجمله. لما تغيرت الامور التجاره شي سويس بدات كت في الايام ديال سنه 84 من 84 فكر الوالد باش يدير هذا المشروع هذا، ومارست معاه انا من داك من 84 دابا مارست معاه هذه الحرفه هذه. وصل الحرفه ما كانتش عندنا نظرا لشيء. المهم يمكن لك حاجه تتعلمك حاجه، حاجه تتعلمك حاجه، تجاب الله. هذه 36 سنه وانا عندي في هاد الحرفه. اما بالنسبه للعصير الجديد وماشي الجديد، هذاك تيبقى الراي ديال الكليان، حنا تنديروا اللي علينا والكمال لله. يعني كيفاش كتحضر هذا النوع ديال العصير خصوصا العصير ديال الزبيب؟ طريقه التحضير ديالو كيفاش كتحضر؟ وهاد الزبيب بالنسبه كنحضروه كان بحال دابا كتجيبو مثلا تتغسلو وتتبيتو في شي ترابيه ولا شي كسكاس كيقطر، ومثلا وكنطحنوه في ماكينه الكفته، ماكينه ديال الكفته ديال اللحم. من بعد ما كطحنو عاد انت كتجي تصوبو، انا يمكن لك تصوبو في مولينكس انا ربما يفرع لك الماكينه ولا هذا، وكتبقى داك الشيء مني مثلا كتحضرو دير له المسائل ديالو، وهو كيتخلط بالماء فهمتيني؟ كنطحنوه بالماء وكنصفيوه على شكل غربال، تغربال باش ما كيكونش فيه داك الضغط، ومن بعد داك الشيء عاد كنديرو له مثلا السكر ديالو ولا هذا. وشي ديال الكولورو ديالو هو صافي، وكتقدمو للكليان. شنو هي الفوائد الصحيه ديالو؟ ايوا الفوائد هي كتبقى بالنسبه لنا الحاجه اللي مذكوره في القران فهمتي، ومن الجنه فهي راه كلها فائده، بحال الرمان بحال العنب بحال نقولوا مثلا الزنجبيل بحال فهمتي بزاف د الامور. يعني قلت لي قبل يعني ان من ضمن الزبائن الناس اللي يشربوا عندك هذا العصير هما شخصيات اعلاميه قيادات فلسطينيه. ايوا كنحضر لي واحد النهار السي رائد صالح كان جا القروين زارها، وقف عندي هنايا ضيفتهم بصراحه الله، ماشي زعما كليان، ضيفتهم عجبني الحال، قلت ذاك الوفد المغربي خليكم انتم، وضيفتهم شربوا عندي هنايا. وبالنسبه كان سبق له حمد منصور حتى هو اللي كان في الجزيره فهمتيني، حمد منصور حتى هو ضيفته كان جا مع واحد، المهم كان جا سائح. ذاك الساعه كان دار مقابله مع ذاك بزيز، لعله بزيز لا تعقل عليه فهمتيني. ايوا هي هذيك صافي، وبزاف ديال الناس يمكن لك وقف عندي هذاك ديال سميتو اللي كيدير داك برنامج اونيكما التحدي، نسيت الاسم ديالو، انطلقوا. ايوا هي هذيك، وبزاف ديال الناس بزاف بزاف. ربما كان كيجيو عندك هنا ماشي تيجيو عندي انا، غير حنا بحكم اننا جينا هنا فهمتي، جينا حدا القرويين ضروري الانسان تيوقف هنا يشرب شي حاجه ولا كذا، بغى قرعه الماء ولا بغى عصير ولا ضروري كيجي لهنا، ما يمكنلوش يمشي لبلاصه واحده اخرى غير هذا المكان هو اللي معروف. ربما حتى من ضمن الناس اللي كانوا كيجمعوا عندك مجموعه من العلماء يعني مهمات علميه كبيره يعني اللي تعبوا على القرويين. وبالنسبه لي لحقت انا في القرويين ولله الحمد، لحقت الداودي رحمه الله، ولحقت بعض العلماء اللي كانوا كيديروا الكراسي ولكن ما كانوش عندهم الخطبه. الداودي كانت عنده الخطبة فهمتي ديال الجمعة، ولحقت واحد الشريف العالمي كانوا كيعطوا العالمي أتاي هنا في القراويين إمام دي الصلوات الخمس، هو كان الإمام الراتب. ولحقت واحد العالم سميتو سيدي عبد الحميد زويتان، لحقت واحد بزاف د العلماء نظرا للاسم فهمتي، نظرا للأسماء ديالهم ما بقيتش عاقل عليهم. قلتي لي قولي واحد العبارة زوينة قلتي أنك يعني كتفتخر تشرف انك تمشي فوق واحد الارض اللي هنا هي في هذه المنطقه اللي هي زين فاس، اللي يمشوا فوق غير علماء صالحين و يعني رجال هي. هو بالنسبه مثلا بحال دابا فاس ماشي كل المدن المغرب مثلا المغرب بحال الدار البيضاء، فاس كتخصص عندها واحد الخاصيه دي من زمان التاريخ عطاها لها، ماشي نقول انا، ولكن قلت لك الحمد لله اللي خلقيت فاس فهمتيني، الحمد لله خلقيت فاس، خلقيت في هذه المدينه هذه حيت ربما كنرتاح فيها فهمتي. وبزاف الامور اللي بحال دابا هي فاس ماشي فاس الانسان، بحال دابا الانسان مشى تساراها اللي خرجتي غير في الصباح وتساريتي وتساريتيها بواحد الروحانيه بواحد كذا، ربما التقطتي امور اللي ربما فهمتي مثلا العقل ما يقبلهاش، ولكن في الروح ديالك كتكتشفها والله اعلم. يعني شنو المميزات ديال هذه المنطقه انكم قراب يعني القراويين، يعني
حساسكم كيفاش كتحس؟ كتشوف المنطقة يومية زعما ما متيحاش. واخا قريب القرويين راك مسؤول عليها. لا الدل الاذن ما مشيتيش راه تحاسب، ماشي بحال اللي عنده الجامع بعيد، فهمتي؟ واش بحال اللي عنده الجامع بعيد بحال اللي قريب؟ ها دابا هذه راه ماشي خصك نطلب ربي سبحانه وتعالى تلهيحها فينا. وكمال لله نظرا لفتنا العمل بعض المرات كنأجلوا شي سويس وكذا، وهذا الشيء اللي كاين.